الثاني يرحمكم الله. الثالث يغفر الله لكم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. على مثل هذا الرؤوس يستحسن البكاء وتقلع منا أنفس عن سرورها. أيقتل خير الخلق أما ووالدا وأكرم خلق الله وابن نذيرها. على مثل هذا الرؤوس يستحسن البكاء وتقلع منا أنفس عن سرورها. أيقتل خير الخلق أما ووالدا وأكرم خلق الله وابن نذير. ويمنع من ماء الفرات وتغتدي وحوش الفلا ريانة من نمير غار. حسينا أن يمثل شخصه بمثلة قتل كان غير جدير. ون على الحسين هي نفسك بالليلة. أجل حسينا أن يمثل شخصه بقتل بمثلة قتل كان غير جدير. يدير على رأس السنان برأسه سنان على شلة يمين مدير. يدير على السنان برأسه وين الصرخة على الحسين. سنان على شلة يمين مدير. ويؤتى بزين العابدين مكبلا أسيرا على نفس الفدا لأسيرها. ويمسي يزيد رافلا في حريره والحسين. ويمسي حسين عاريا في حرورها. ويمسي حسين عاريا في حرورها. ودار
علي صخر بن حرب أنيس الدوران من أشد أغاني غاوسك بخمور ودار علي والبتول وأحمد وشفر ما مولى الورى وشبيرها. أقرأ أقرأ معالمها تبكي على علمائها وزائرها يبكي لفقد مزورها منازل وحي أقفرت فصدورها لوحشة غاتبك لفقد صدورها قفا نسأل الدار التي درس البلاء معالم ما من بعد درس زبورها وين أهل تلك الديار يقول ودع وطن طيب أحسن والكربلة عناها وحفت بضع عدنان وتعنت منايا وحفت بضع عدنان وتعنت منايا. شي يقول صاح رشد يا حالي وسير وتجدم على ضعوني هيهات اصبر على الضيم وعلينا تغمض عيوني هيهات اصبر على الضيم وعلينا تغمض عيوني لن صوت العليل يصيح يغلظ عن تالوني طلعها طلعها من قلبك يا غني وياكم خذوني عليكم يعمن عيوني وحدي لا تخلوني فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلاغا أولي من سمعها حسين رد من الضحلاغة قعد يبقى يصبرها وعلى الفرق يسلم يقل يا ضو عيوني دمعتك لا تقليل ردي للوطن ردي وخليني ارشد بقصدي وانت جذوبت قلبي تراني من اسمعوني جروح تزود بالواقع. ايش قالت إلى تقل لكلكم تغيبون وابقى بالوطن وحدي مالي حيل فرقاكم وذاب من الحزن كبدي يا ابويا عاد خلي لي عبد الله الطفل عندي بل كان يرد وحشتكم ويسلين على فرقتكم أخاف الطول غيبتكم وتبقى دمعتي تجري ولا ينقطع مجراها. إيش قال للحسين بلسان الحال يقل شلون عبد الله
عطشة وعين دج نخلي على أماش يصبرها وتصعب فارقة أم علي يا بو يا حار ولا الضالي لخوج أبكار بلم تاني صايغ ليل خيج طوق لبسه بس علي لوق جنة عاشق ومعشوق يطوق رقبته بذبلة أين المنادي حسين يطوق رقبته بنملة تظل الحشر وياه لو أن عينيك يا بويا تشوف أخيك سابح بدمه وسدر بي الخيمة ومني تاخذ أمي نوبة شيم بوجناتك ونوبة من حرت شمي ونوبة تخمش بخدي يا ابويا الله يساعده على فراقش يصبر ذلود الرثدا يا ضا انا منادى وحسين واماما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد وروي عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. ذكرنا في الليلة الماضية أيها المؤمنون أن من أعظم مصاديق إحياء أمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو إحياء عاشوراء الحسين عليه السلام. ولذا أراد منا أئمة الهدى عليهم السلام أن نكون على اتصال دائم بهذه الحركة المباركة، فثبتوا لنا آليات. قلنا الآلية الأولى التي ثبتها أئمة الهدى عليهم السلام تغذيتنا بالتيار الأدبي، هذا الجانب ترتاح إليه النفوس وتتفاعل معه القلوب. نأتي بعد ذلك إلى الجانب أو الآلية الثانية التي ثبتها أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآلية الثانية حتى نكون على اتصال دائم بهذه الحركة المباركة وبقضية أبي عبد الله الحسين، السجود على تراب أبي عبد الله الحسين.
نجد هناك الروايات المباركة التي جاءت في فضل السجود على تراب أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يكن لرسول الله تربة، لم يكن لأمير المؤمنين تربة صلى الله عليهما وآلهما. لماذا جاءت الروايات في فضل السجود على تراب أبي عبد الله عليه السلام؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يجاهدان إلى نهاية إلى آخر لحظة من حياتهما في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلماذا جاءت الروايات في فضل السجود على تراب أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ جاءت تلك الروايات لكي نكون على اتصال دائم بتلك البقعة المباركة، ولكي نستشعر تلك الدماء التي سالت من أبي عبد الله على تلك البقعة المباركة. وعندما تأتي الروايات في فضل السجود على تراب أبي عبد الله، ليس خروج عن الناس كما يتصور البعض أو كما يصور البعض، ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا. ماذا؟ وطهورا. أحسنتم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ليس خروج عن الناس بل سجود على التراب، حتى يستشعر، شوف، حتى يستشعر الساجد، حتى يستشعر هذا المصلي. ماذا يستشعر؟ يستشعر تلك المبادئ، تلك القيم، يستشعر النخوة، يستشعر البطولة، يستشعر الكرامة، يستشعر العزة، يستشعر الإيمان بالله والثقة بالله التي تجسدت على تلك التربة المباركة والتي سالت عليها دماء سبط النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه: واجهد بنفسك أن تفوز بلثمة منها، فيا طوبى لمن يحظى بها. يقول هذه الطفوف وتلك شم قبابها، فاحطط رحالك في رحيب رحابها. هي تربة لم هي روضة لم يخلق الباري لها، فيما براه من الرياض مشابها، فاقت على روض الجنان وكيف لا وأريدها من زعفران ترابها. يقول فامشي الهوينا قاصد القبب التي تتهافت الأملاك في أعدابها. بعد يقول واجهد بنفسك أن تفوز بلثمة منها، فيا طوبى لمن يحظى بها. يأتي شاعر آخر فماذا يقول؟ يقول دأبت أزورك في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذرال المجد في وترم خدي بعفر ثراك بحيث دماؤك لم تنضبي. هذه هي الآلية الثانية التي ثبتها أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. نأتي إلى الآلية الثالثة وبها نختم البحث في هذه الليلة، وهذه الآلية من أهم ما ثبته أئمة الهدى في الارتباط بالحسين عليه السلام، وهي زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نجي إلى زيارة الإمام الحسين. الكلام في زيارة الإمام الحسين كلام طويل عريض، لكن أبدأ برواية ومنها أنطلق في الحديث حول زيارة أبي عبد الله عليه السلام. التفتوا إخواني، في الرواية المباركة
إحنا نقرأ في الخبر عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال لرجل من أهل الكوفة: تزور الحسين كل جمعة؟ ولعله الإمام سأله، لعله في بعض الألفاظ يسأله الإمام، يدخل على الإمام يقول له: من وين أنت؟ قال: أنا من الكوفة وأنا لك محب وأنا لكم محب موال. فقال له الإمام سلام الله عليه، يقول له الإمام، يقول له: تزور الحسين كل جمعة؟ هكذا في مضمون الخبر أو ما شابه هذا المعنى. قال: لا، هو في الكوفة تزور الحسين كل جمعة؟ قال: لا. قال للإمام: ففي كل شهر؟ قال: لا. قال: ففي كل سنة؟ قال: لا. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لمحروم من الخير، أنت محروم. طبعا الإمام ما قال له أنت محرومون، إيش قال له؟ شنو الرواية تقول؟ إنك محروم، لو إنك لمحروم، إنك لمحروم. إحنا لما نرجع إلى اللغة، إن من أدوات شنو؟ التوكيد. فهذه أداة، واللام أداة أخرى هم كذلك للتوكيد. فالإمام يؤكد في هذه الجملة، مو فقط يقول لا أنت محرومون، لا إنك محروم، مو فقط إنك محروم، بل يؤكد مرة ثانية إنك لمحروم. يأتي بأداة ثانية للتوكيد، إنك لمحروم من الخير. أي خير الذي يحرم منه الإنسان بالابتعاد عن زيارة الحسين؟ يا خير اللي يبتعد عنه الإنسان. خلينا نجي لبعض الآيات، التفتوا إخواني، لما تجي إلى بعض الآيات، ما أريد أقول كل الآيات لأن كل الآيات، بعض الآيات تفسر الخير بالنبوة، بعض الآيات لما تجي إلى بعض الآيات قالوا المراد من الخير، تأتي إلى المفسر يقولها الخير المقصود في هذه الآية يقصد المال. تأتي مثلا إلى بعض التفاسير في بعض الآيات كما ذكر بعضهم، مثلا في بعض الآيات كما جاء في زاد المسير لابن الجوزي في إحدى الآيات مثلا رخص الأسعار، يقصد بالخير في تلك الآية رخص الأسعار. أنا أشير إلى العناوين حتى لا أطيل. مثلا: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، في تفسير الألوسي يقول كالولد أو الألفة التي تقع بعد الكراهة. الآن لما هذا محروم من الخير، محروم من يا مصداق، من يا مصداق، محروم، محروم من مصداق الخير، وهو من مصادق الخير النسبي المال أو الولد أو الألفة بعد الكراهة أو رخص الأسعار كما قال بعضهم. يا خير اللي محروم منه، يا خير اللي محروم منه. دققوا جيدا إخواني، أريدكم تربطوا الروايات ببعضها البعض. خلونا نجي إلى رواية أخرى، اربطوا الروايات ببعضها البعض. خلينا نجي رواية أخرى، يقول الرواية في معتبرة، في معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبو عبد الله، ماذا يقول؟ يقول: والله لو حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا. يقول: لتركتم الحج رأسا، والله لو حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا. ولذلك عندنا إحنا ترى يوجه إلى بعض الفقهاء يسألوا، موجود في بعض الاستفتاءات، من هو أيهما أفضل، زيارة الإمام الحسين يوم عرفة أو الحج المندوب؟ ياهو أفضل. يجي في الجواب: قد جاءت الروايات الكثيرة في أفضلية زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك يأتي الجواب، يكمل الجواب: ولعل هذا الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال، أو لعل الأفضلية تختلف باختلاف الظروف والأحوال، أو ما شابه هذا المعنى. هكذا في مضمون الاستفتاء. خلينا نرجع إلى الرواية،
يقول والله لو حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. ويحك، أما تعلم أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما؟ احنا نريد نوصل إلى نقطة، ما هو الخير فيها تكملة؟ هذه الرواية معتبرة ابن أبي يعفور فيها تكملة، نرجع إليها بعد قليل. نترك هاي الرواية نأتي إلى رواية أخرى لما يقول الإمام لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. الحج الذي فرضه الله على العباد، الحج الذي نعم أنت ربما تخرج الحج الواجب، واجب هذا الحج واجب على الإنسان المستطيع مرة، لكن هذا الحج الذي جاء فيه منافع كثيرة وفيه فوائد كبيرة. نعم، شنو فوائد الحج؟ شنو منافع الحج؟ نأتي. هذا الحج العظيم، الحج عظيم حتى أنه يجب نعم تخرج هذا الحكم، يخرج الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حجة، المستطيع يجب عليه أنه يحج، صح ولا لا؟ مستطيع يجب عليه أن يحج في حياته. على كل حال نأتي إلى تلك الزيارة. ربيع بن خيثم يقول شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض. التفتوا إلى هذه الرواية، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني. فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن هذا يشق عليك. فقال إني سمعت الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم. فقلت إهنا محل الشاهد حتى نربط الروايات ببعضها البعض. فقلت منافع الدنيا، منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ ليشهدوا منافع، يشهدوا يا منافع، منافع الدنيا أم منافع الآخرة؟ إيش قال الإمام؟ قال الكل، الكل. هذا الحاج، هذا الحاج فيه الكل. يقول الإمام ليشهدوا منافع لهم، نعم ليشهدوا منافع لهم. وبعد ذلك يقول لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. يقول وما حج منكم أحد في الرواية. زين، طبعا هنا سؤال يأتي، وهذا اللي في ذهنكم الآن، هذا اللي في ذهنكم الآن، وهذا اللي سأل ابن أبي يعفور. نكمل رواية ابن أبي يعفور، يقول إلى الإمام سلام الله عليه، يقول له قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام. يقول له تركتم الحج رأسا. ابن أبي يعفور يعود يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام. ايش قال للإمام؟ قال وإن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا، أما سمعت قول أبي أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم. لكن أنت تمسح شنو الواجب؟ باطن أو ظاهر؟ قال لما سمعت قول أبي أمير المؤمنين سلام الله عليه إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم ولكن الله فرض هذا على العباد. التفتين شلون؟ التفتين شلون المسألة؟ بعد ذلك هم يكمل الإمام يقول له وما علمت أن الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم. بل إحنا عندنا روايات، إحنا عندنا روايات من الروايات ما هو صحيح سنداً، ما هو صحيح سنداً ظاهرها وجوب زيارة الحسين،
ظاهرها شنو؟ وجوب زيارة الحسين عليه السلام. خليني أذكر لك رواية واحدة عن أبي جعفر عليه السلام يقول: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. ولعل بعض العلماء طبعا حملوها على الاستحباب، لابد حملها على الاستحباب لأنه لو كانت واجبة لشاع ذلك الأمر، وكذلك في صريح بعض الروايات أنها لم تكن واجبة كما هو في رواية ابن أبي يعفور، واضح أنها ليست واجبة عدل لولا، وإنما حملوها على تأكد استحباب زيارة الإمام الحسين. نعم، لعل بعض الفقهاء، لعل بعض العلماء ظاهر كلامهم أنهم قالوا بالوجوب الكفائي بزيارة قبر أبي عبد الله الحسين. خليني أبين لك شاهد واحد فقط، حر العاملي قدس سره، ماذا تلك الروايات؟ لعله حمل على الوجوب الكفائي كما هو ظاهر الكلام، إذ عنون الباب 37 من أبواب المزار. شنو عنون الباب؟ ارجع إلى كتاب المزار، الباب 37 من أبواب المزار، باب استحباب زيارة الحسين بن علي عليه السلام ووجوبها كفاية. يقول ووجوبها ماذا؟ كفاية. حتى وعنوان الباب 44 من أبواب المزار بهذا العنوان: باب وجوب زيارة الحسين والأئمة عليهم السلام على شيعتهم كفاية. نختم بسؤال أخير: هل وردت روايات في عظمة ثواب الحج مع الخوف والضرر؟ عندنا روايات، قريت رواية أنت إنه مع الخوف ومع الضرر في ثواب الحج مع الخوف والضرر، لكن أنت لما تقرأ في الرواية ماذا تجد؟ تجد زيارة الحسين عليه السلام حتى مع الخوف والضرر، حتى مع الخوف والضرر. نعم، تدل على رجحان زيارة الإمام الحسين ولو مع الخوف. ولذا رواية نختم بهذه الرواية، رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له إن قلبي ينازعني إلى زيارة قبر أبيك، وإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع، خايف من السعات في مضمون الخبر، وأصحاب المصالح، لعله أصحاب المسالح، لعله المسالح، لعلهم من المتسلحين. فقال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه، وكان يحدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع. عندك خوف في زيارة الإمام الحسين؟ لولا تقول الرواية رجحان زيارة الحسين حتى مع الخوف، حتى مع الخوف. عجيب. يقول الخبر: يفزع الناس ولا يفزع. الروايات نقرأ في الروايات: حتى مع الخوف هناك رجحان لزيارة قبر أبي عبد الله حتى مع الخوف. فإن فزع وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة، أو وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. ولذلك من يعوف كربلاء؟ ولذا في الرواية المباركة، في الرواية المباركة عن الإمام الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير
قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. عجيب يا خير هذا، واضح لكم الآن معنى الخير. يقول من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. ما مشتاقين لزور الحسين؟ ما مهيئين نفسكم؟ ما انتوا على أمل تروحوا زيارة الأربعين؟ عندكم أمل لولا؟ عادة اللي يخبروا ويقول لا قوم ويانا نسافر كربلاء. عادة اللي يخبروا ويقول لا قوم ويانا نسافر كربلاء. يبتشر قلبه ويداخل السرور، هذه نعمة من الله خير وحصلت. بتمشي أقدام على أقداس تراب ويحظى بالتوفيق وعظم منزلة. وبجوار حسين يشعر بالأمان، والكفيل بكل أموره يكفل. بعد يقول بس مرة من خبره أبو الرحيم، بس مرة من خبره أبو الرحيم وقالوا الأرض الطاف بتمشي الراحلة، صبت المدمع مثل صب السحاب وظلت بغاد الخبر متوجلة. ليش؟ من هي ها؟ عرفتوا هالمرأة؟ عرفتوها؟ هالمره زينب بس تخاف ليش، ويا غفر سان الحرب والمرجله، ويا عباس البطل ويا الحسين في حمار تمشي هي مدلله. ليش خايفه؟ عندك دمع على الحسين لولا؟ هيا هيا نفسك حتى نقرأ الخروج من المدينة بهالليلة. بس نظنة تخاف من شافت نحور ومقطعة وذوم من هسايلة. السفر يعني الهذا بحد شباب العمر 20 بعد ما وصل، وخايف زينب على العباس روح، وخايف تنظر مثلث حرملة. هيئ نفسك. يقول خايف زينب على العباس روح، وخايف تنظر مثلث طلعها من قلبك حرملة. يا 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 وخايف تعاين رؤوس على الرماح، خايفة عاين رؤوس على الرماح، وجثايث لكن بدماغ مغسلة. وهالسفر يعني لها ضرب بسيارة وخيم محروقة.
والسفر يعني إلي ضرب بسياط ونوخ يم محروق ونوق مزلة خايفة يا تمشي بالعالة وتسير مجتفة وديوان ومية تدخلها كأني بالحسين لما عزم على الرحيل جاء في الليلة الأولى ليلا إلى قبر جدي وقف باك يا السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله هكذا قال أهل السير في مضمون ما رواه السلام الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني وضيعوني وغادى شكواي إليك حتى ألقاك جدا يا رسول الله إني خارج عن جوارك كرها إلى أن قال فعليك السلام فرجع إلى منزله عند الصباح رجع إلى منزله وفي الليلة الثانية جاء إلى قبر جده جاء إلى قبر جده وصلى ركعات وبعد أن فرغ من صلاته جعل يقول اللهم غاذا قبر ابن بنت اللهم غاذا قبر نبيك وأنا ابن ابنة نبيك وقد حضرني من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام بحق القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا ولي فيه صلاح وجعل يبكي عند القبر إلى أن قرب وقت الصبح كأني به وضع رأسه على القبر فأغثى فرأى جدين المنادي حسين في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه وخلفه فضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه كأني بك عن قريب حبيبي يا حسين كأني بك عن قريب مزملا بدماك مذبوحا من قثارك بأرض كرب وبلاء طلع من قلبك إلى تخجل طلع الصيحة من عندك وأنت عطشان لا تروى وضماء لا تسقى أين المنادي حسين شلون يصور الشيخ المستاني تلك المصيبة يقول لست أنسى بطريد عن جوار المصطفى لا إذا بالقبة نورائي يشكو أسفا
قائلا يا جيل رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء انقضيت ظهر واوغى المنكب. يلا شباب شيل الونة. وحسين 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 ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي جيد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طمد الأسى يندك بين الدكة. وحسين ليش ما تقرأ وحسين وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في عراها عافرا منجدلا وكأني بلي ملا حسين. يا الله إيش عظمة المصيبة صدرك الطاغر بالسيف يحز الودج. وحسين 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 وكأني بالأيام من بناتي تستغي لغبا تستعطفه القوم وقد عز المغيب قد برى أجسام غن الله. شلون عظمت هالوداع قبر النبي. اكتفي بهالمقدار ها. وفي الليلة الثالثة الليلة الأولى ذهب إلى قبر جده، الليلة الثانية ذهب إلى قبر جده، الليلة الثالثة وين ذهب؟ وفي الليلة الثالثة ذهب إلى قبر أمه. حسينك جاء لوداعك وهذه آخر زيارته إياك. ذكر بعضهم هكذا نقل بعضهم. فخرج النداء من القبر وعليك السلام يا مظلوم الأم ويا شهيد الأم. شي يقول لكن بهن وداع، وداع عظيم، وداع عظيم. شي يقول بلسان الحال قوم من القبر بس يا ملطوم فوق العين يا معصورة خلف الباب يا مكسورة الضلع. أدري هالكلمات تجرح قلبك، اعذروني بهالكلمات. يقول قوم من القبر بسيج يا ملطوم فوق العين يا معصور خلف الباب يا مكسورة الضلعين. حانت ساعة التوديع ما بينك وبين أحسن. قوم من القبر شوفي دمع عيني على خدي يا يما جيت ما ودعيك قبل لا أنذبح ضامي وقبل لا تصعد الجمال
صدري وتطحن عظامي وقبل لا يسلم يتامي الأعادي ويحرق خيامي. إيه وبعد ذلك ذهب إلى قبر أخيه المسموم المظلوم وجهزت الهوادج وجهزت المحامل، هذا يركب أمه، هذا يركب أخته، هذا يركب زوجته، هذا يركب ابنته. ها شلون طلعت زينب؟ خلينا نختم المجلس بهالموقف. شلون طلعت زينب من المدينة؟ شلون؟ بالله بالله نرتجيكم غضوا الأبصار بتطلع من خدرها بتعلي الكرة بتطلع من خدرها بتعلي الكرة كل واحد يغض طرفه ويحن الراس بتطلع حرم ما حد شافها من الناس بتطلع زينب وكفها بكف. اقرأ اقرأ عليك القراية عليك ختام المجلس. وما يقبل تشاغل زينب الأنظار اليوم تسير بحماية قمرها وسالم رأس ورأس السمو سالم وكل شي تريد نادي ذا القمر خالد إلك بس ادعي تسلم يمنتي وليسار على ناقتها ركبها أبو فاضل ولا ركبت على الناقة بلا كافي اسمحوا لي ولا بصوت عليها صاعد ونازل ولا تنظر خدر يحترق بالنار. بعد هذا اليوم هذا اليوم تطلع وهي محجوبة وغصب باكر تفر من خيمة مشبوبة وغريبة تصير مسلوبة ومضروبة طلعت من أرض طيبة بحمل أبطال حسين يمين والكافل على الشمال وتالي من يصدق تمشي بين الرجال صعبها صعبة بلا حامي وابوها اسم حامي الجار بعد يقول على ناقة هزيلة على ناقة هزيلة تذوب المهجة مجتوفة وبوغة على الخلق حجة وتالي تصير لعيون الزلم فرجة أقرأ البيت على عهدة الشاعر وتالي تصير لعيون الزلم فرجة وأشرع ليه عاد صغار ويكبر تمشي بالسبي وحق الحسين بيت الدعاء واسألك الدعاء أريدك تتخيل البيت يقول تمشي بالسبي وروس الأهل جدام مع الظلام ومتكفلة بحرام ويتام
والحادي يهدد بدخول الشارع على مثل هذا الروس يستحسن البكاء وتقلع منا أنفس عن سرور أيقتلوا خير الخلق أما ووالدا وأكرم خلق الله وابن نذير. مرحوم الدمع على الحسين، مرحوم الصيحة على الحسين. نختم باللطم على الحسين، صلوا على محمد وآل محمد. ثاني يرحمكم الله. خدمة حسين شرفنا خدمة حسين، خدمة حسين هدفنا خدمة حسين، خدمة حسين شرفنا خدمة حسين. أقرأ أقرأ. خدمة حسين هدفنا خدمة حسين، خدمة حسين شرفنا خدمة حسين، خدمة حسين هدفنا خدمة حسين. ألطم قويها. إحنا شيعة جعفرية وذا ندانا يعتني، نقرأ آيات الخدامة ويا مناظر التلي. إحنا شيعة جعفرية ما نريد إلا علي، الباري في محكم كتابه نصبه بالناصوني، مثل والله هتفنا ينوجد وين خدمة حسين شرفنا خدمة حسين، خدمة حسين هدف خدمة حسين، خدمة حسين شرفنا خدمة حسين شرفنا خدمة حسين، خدمة حسين هدفنا خدمة حسين، خدمة حسين شرف خدمة حسين. هالمناظر مدرستنا وما مثلها مدرسة، علمتنا في محرم ثوب الأسود نلبسه، علمتنا في محرم ثوب الأسود نلبسه، ندور من ماتم لماتم بالصباح وبالمساء، ونبكي ونلطم صدرنا الخامس أصحاب الكساء، ونبكي ونلطم صدرنا الخامس. ألطم قوي. بالنياحة اعتكفنا بدمعة العين، خدمة حسين شرفنا خدمة حسين، خدمة حسين هدفنا خدمة. كل بلد نعقد مآتم للطم والناعية، وللحشر تبقى المئه، وللحشر تبقى المجالس والمآتم باقية، تنحي الأرواح فيها بالدموع الجارية، ننعس بطل هادي طاغة بالنياحة العالية، وبالمجالس عرفنا عزة الدين، وبالمجالس عرفنا عزة الدين، خدمة حسين شرفنا خدمة حسين، خدمة حسين هدف. سمع على الحسين.
سمع شباب خدمة تحت إن شرفنا خدمة تحت خدمة تحت إن هدفنا خدمة تحت خدمة إحسان شرف خدمة إش ما نقدم في الخدامة ومال وإش ما نبذله مقصرين إحنا ترانا ويا سادات الملك حسين ضحى بدم وريد وضحى بأصحاب وهلا مهما قدمنا لجل يظل قليل في دوله وقفة اكرام وقف نحن الموالين خدمة حسين شرفنا خدمة حسين خدمة حسين هدف يلا نختم نختم قوي ها خدمة إحسان المعزة والتجارة الرابحة والتجارة الرابحة خدمة إحسان المعزة والتجارة الرابحة والتجارة شيعته هاي الخدمة بالقيامة ناجحة بالقيامة واللي ما يخدم ولينا قرع عليه الفاتحة قرع عليه خدمة إحسان المعزة والتجارة الرابحة شيعته غايل تخدمة بالقيامة ناجحة واللي ما يخدم ولينا قرع عليه أقرأ عليه الفاتحة شيعة شيعة وشفنا العزة بحسين شيعة شيعة وشفنا العزة اي والله بعبد الله شيعة شيعة وشفنا العزة بحسين خدمة حسين خدمة إن شرفنا خدمة إحسان خدمة إحسان هدف اللهم بزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اشفي كل مريض غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم وفقنا لما تحب وترضى ارزقنا حسن العاقبة تقبل منا هذا القليل إلى موتانا المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم شفى مرضاهم ارحم موتاهم إلى موتانا وموتى العلماء وموتى المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.